more nurses in the NHS this year than there were last year. Et donc la stratégie qu'on doit avoir, elle est simple. بعد أن دعمت أوكرانيا بشدة، بعد أن وقفت بوجه القيصر الروسي، اليوم تجني حصاد أعمالها. اليوم هو يوم الحساب يا بريطانيا. كلمات باتت تتردد في مراكز صنع القرار الروسية. فماذا يجري في بريطانيا حاليا؟ وما مدى جدية التظاهرات التي تجوب شوارع بريطانيا؟ وهل ترك الجيش البريطاني ثكناته ونزل لحل مشكلات المواطنين؟ أم أن ريشي سوناك ستكون له قرارات تدفع عجلة الاقتصاد البريطاني في ظل التوتر الحاصل بين أوروبا والولايات المتحدة؟ بريطانيا تجني حصيلة دعم أوكرانيا، والجيش البريطاني يخدم المصالح العامة، وقرار حكيم من المملكة السعودية العظمى. لطالما حذرها القيصر من مغبة الاستمرار في دعمها لأوكرانيا عسكريا وماديا، لطالما هددها القيصر بضرب بريطانيا بصاروخ سارمات النووي ومن ثم إزالة المملكة المتحدة من خريطة العالم. إلا أنهم لم يعد درس جيدا، لم يسمعوا لمنصائح وتحذيرات وتهديدات من القيصر الروسي. تدفعهم الولايات المتحدة نحو الهاوية وتقف وقوف المتفرج عليهم. هل آن الأوان أن ينظر البريطانيون لمصلحتهم بعين الاعتبار، أم أنهم سيظلون منقادين لأمريكا في ظل التوترات التي تشهدها المملكة حاليا؟ كل المؤشرات الاقتصادية العالمية تشير إلى أن قيصر روسيا انتصر في تلك الحرب على القارة العجوز، حيث تمكن من صد العقوبات التي شنوها لضرب اقتصاده وارتدت في وجوههم. وكانت على رأس تلك الدول الأوروبية بريطانيا، بريطانيا التي تكتوي الآن بنيران دعمها لأوكرانيا. فبعد انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا بأكملها، دأب الأوروبيون للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، حتى إن بعض الدول الأوروبية لجأت لاستخدام الفحم والأخشاب بدلا من الوسائل المعتادة للتدفئة، عودة للعصور الحجرية. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات، فإن مفاعلات فرنسا النووية بدأت بالتوقف، وهو ما كان مقررا لها منذ نحو 3 أعوام نظرا لاعتمادهم الكلي على الغاز الروسي. ومع انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا وتوقف تلك المفاعلات الفرنسية، بات شتاء أوروبا بلا وسائل للتدفئة وبلا كهرباء، وهو ما يعيشه البريطانيون حاليا عزيزي المشاهد. فبعد أن ارتفعت أسعار الطاقة، تشير الإحصائيات البريطانية إلى أن نحو 2 مليون من الشعب البريطاني لجأوا لعدم دفع فواتير الكهرباء، ما دفع الحكومة للتباحث بشأن هذه الأزمة التي ستؤدي إلى خسائر كبيرة. بالإضافة إلى استمرار الإضرابات العمالية في عموم بريطانيا بشكل متكرر، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، ما حدا برئيس حزب المحافظين البريطاني لعرض مقترح جبار عزيزي المشاهد. ترى ما هو المقترح البريطاني؟ يكمن حل هذا اللغز في كلمة الجيش البريطاني. نعم عزيزي المشاهد، فبعد أن كان الجيش البريطاني مكلفا بتأمين حدود بلاده وأمنها القومي، اقترح رئيس حزب المحافظين بضرورة الاستعاضة عن الفئات العمالية التي تتجه نحو الإضراب بتوفير بدائل من الجيش البريطاني، ما سيحدث فجوة في الجيش البريطاني وقد يؤدي إلى انهيار الأمن القومي وحدود المملكة. إلا أنه يبدو أن ساسة البريطانيين قد أيدوا القرار وبات على وشك التنفيذ. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، باتت أوروبا تتوجس خيفة من أي تحركات للقيصر قد تطيح بالقارة العجوز. ومن جراء هذا التوجس، أعلن الناتو إجراء مناورة سيبرانية بمحاكاة هجوم سيبراني من قبل روسيا على أوروبا في إستونيا، وهي مناورة تعتبر الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
حيث تشير إلى مدى الرعب الذي وصلت إليه أوروبا والناتو من تحركات روسيا التي تثير فزعهم، حيث لا يتوقعون من أين ستأتيهم الضربات الروسية. شركاء الأمس أعداء اليوم. بعد أن تشارك في دعم الحرب الروسية في أوكرانيا، يبدو أن ربيع هذه العلاقات بين أمريكا وأوروبا تبدل خريفا قاحلا، خريف وصل فيه الأمر إلى أن اتجهت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للمحكمة في بروكسل. إنها نتيجة حتمية للصداقة والتعاون من أجل المصالح فقط. فبعد أن اتفقوا جميعا على إسقاط روسيا، اليوم هم من يتساقطون الواحدة تلو الأخرى. بعد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولته استعطاف الرئيس الأمريكي جو بايدن تنازل والتراجع عن قانون التشريع الأخضر الذي يمنح البضائع والسلع الأمريكية أفضلية على ناظرتها الأوروبية، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ومسؤول لجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي اللجوء للمحكمة بمنظمة التجارة العالمية من أجل التقاضي بينهما في قرارات أمريكا التي تضر بالاقتصاد الأوروبي. ومع قرب 16 من ديسمبر المقبل، باتت أمريكا تترقب موافقة الكونغرس الأمريكي على الموازنة الجديدة التي سيعتمدها الرئيس جو بايدن، إلا أن المخاوف تزداد من رفض الجمهوريين لتلك الموازنة التي تحوي مليارات الدولارات لصالح البنتاغون لدعم أوكرانيا واستبدال الأسلحة والغواصات الأمريكية التي ستنتهي صلاحيتها في القريب بأخرى حديثة، وعليه من المتوقع ألا يتم الاتفاق على تلك الموازنة وأن تظل معلقة لحين استلام الجمهوريين الكونغرس في يناير المقبل، وعليه سيتوقف الدعم العسكري لأوكرانيا، وهذا ما يصب في مصلحة الروس.